السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم واحد الفكرة اللي هي سهلة وبسيطة، أن الصوف اللي كتشيط لينا أو هذا كنديروهم هنايا بحال هكا، نصيبوهم تلفوهم باش الوقت اللي بغينا شي لوين ديال الخيط وهذا ملي كيشيطوا لينا كنبقاو نديرو لهم بحال هكا، وكنديرهم في واحد السلة وكنغطيوهم وكنحطوهم هكا على وجه هذا كيبانوا الكلوان، ما كيبقاوش بحال هكا الخيط بحال هكا بدا كيشيط هنا. الا خليناه بحال هكا تيخسر ما تيبقاش مزيان. حنا غادي نوريكم كيفاش كديروا ليه، ساهل وبسيط. كنديروا بسم الله بحال هكا. بالنسبه للبنات اللي ما تيعرفوش يصوبوا الخيط اللي تيشيط ليهم تيوحلوا فيه المبتدئات، تديري بسم الله بحال هكا، كتلوي على يدك هكا واحد جوج بحال هكا، كنديرو لي بحال هكا. كنجيو هنا تنجمعو بحال هكا، كيبقى يتجمع وكنزيدو نطويوه حتى هذا كيبقى مزيان ما تيخسر ما حتى حاجه. ملي كتبقاي تخدمي من الكبه دائما ما كتلقايش مشكل في الخيط، حيت كتلقيه هو مجموع بحال هكا. انا دائما الخيط ملي تيشط ليا بحال هكا ما كنخليهش، لان انا بقى ما مكبب ما والو، كيبقى شاد لي سباس في كيشد هذا يبقى يخسر مع بعضياته وكيبقى يتشنتف. كندورو بحال هكا حتى كتعمر هذه بحال هكا، وكندورو الكبه بحال هكا باش ما تسربش، حتى كتبان لك ثاني راه تجمعات، يعني ساهله. ها هي تجمعات ثاني بحال هكا، كندورو عاوتاني كنديرو لها بحال هكا، يعني شي حاجه اللي ما كتلقيش فيها مشكل وكتجمع كتبقى مجموعه، تقدري تجمعيهم في واحد البلاستيكه بحال هكا بحال ما كنتيش محتاجه ليهم. انا كندير هاد البلاستيكات بحال هكا نساليو، وغادي نوريكم كيفاش كنجمعهم. كندورو ثاني بحال هكا، كنبقاو ندورو وتنكبو. يعني هاد الفكره انا قلت نتقاسمها معاكم، لان بديت كنجمع في هاد الخيط جبدتو وقلت انا غادي نجمعو، بقى عندي شويه من هنا شويه من هنا شويه من هنا، قلت غادي نجمعو علاش ما نوريكمش كيفاش تخدموه حتى نتوما داك الخيط اللي ما باش ما يضيعش، باش الوقت اللي احتاجيتوه او احتاجيتو شي لون تيبان ما تيبقاش تقلبي تقلبي تقلبي، لا تيكون باين. هانتوما يعني شفتو معايا، وغادا الكبه كتكبر حتى كتولي الكبه كبيره بحال هكا، ما كتخسر ما حتى حاجه. هانتوما شفتو معايا بعد ما كملناها، هانتوما شفتو معايا كيفاش جات، ها هي مجموعه بحال هكا، يعني ما تخسر ما تخبل ما حتى حاجه، كتبقى بحال هاد الطريف. دابا هذا شاط ليا صغيور، ها هو جمعته بحال هكا، غادي نحتاجو حتى هو. كنشدهم كنخشيهم في هاد البلاستيكه بحال هكا اللي كتبين بيضه، وكنديرهم بحال هكا. يعني ما كيشدش لك لي سباس كبير. هانتوما يعني شفتو معايا كيفاش كتجي، هانتوما شفتو معايا بحال هكا كنحتاجوها كنعلقها. راه الالوان اللي خاصينك راه كيبانوا لك انتما كيفاش كيبانوا لينا الالوان. ولا عجبكم الفيديو شاركوا في القناه وما تردوش ان شاء الله في اللايكات باش دائما توصلوا بالجديد، والسلام عليكم ورحمه الله.